السلام عليكم. السلام عليكم. ايابك ايابك بس خسر. هاي مسعود. هاي هذا قصر العوبة الكبيرة. العوبة الكبيرة عايش تقولوا عليها عيشة. خسارة فيها اسم عيشة. هي كانت تبني ولا هذا جديد؟ عوبة كبيرة مش عيشة اسمها. هذه عاملة زي باتها مدائرة الخيمة الغنائية متاعهم. حقيرة. لكن الحمد لله بمشيئة الله بعزيمة ثوار طرابلس أنا خشيها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ونحن جينا من بنغازي ومن مصراتة ومن جبل باش نكون نحروا معاك قبلك خشيناها طرابلس لقيناها متحرة بعزيمة رجالها وبتريسها. الله أكبر. الله أكبر. معركة واحدة شاركنا فيها بوسليم بس والباقي كلها حرروها أهلها. ولله يا شباب. يا ولدي. هنا عبد الله، عبد الله كرداسي واحد من الناس القيادية اللي اقتحمت هذا المنزل. مرحبا بي. مرحبا بي. هذا واحد من الأسود. من الناس المنسقة. من الناس المنسقة. رؤوسكم يا طرابلسية. إن شاء الله ربي ما يعطيكم راس. آمين. إن شاء الله ربي ما يعطيكم راس. ما أنا مؤخر أنتوا اللي تجروا. إن شاء الله. ماشي بخلف صح. قاعد يرشح القصر في جهنم. إيش بعد زي جلتان. القصر الأصلي بتاعها. نبوا التمثال بتاعها. لا التمثال بعدين يجوا له. شو التمثال الأول. خسورة مدخل الحوش. هذا مدخل. هذا مدخل. خليها بعدين خليها بعدين. مسعود. ناصر. تكلم ناس هو نخشوا المبنى الرئيسي لبيت عيشة. طبعا هو مهم جدا نخشوا المبنى الرئيسي قبل البيوت الفرعية اللي عندها. هنا حمام السباحة بتاعها وري هيك. هذا حمام السباحة اوكي. واللي غادي للأطفال مبنى للأطفال اوكي. وتو نفركها حمام السباحة بعدين نخشوا المبنى الرئيسي. ستايلات باريس واخر موضات بتاع باريس. بس فيه فقراء ما عندهم حتى باش يعيد ومرات الناس ما عندهم باش يعيد. طبعا هو ما عندهم باش يعيد. عسل الملكة. انا عسل الملكة. عسل الملكة تاكل فيه. مسعود. عسل الملكة. مسعود. يي ما فيه. عسل ريتا. مبروك. شوف يا مسعود. ليفينج ان ستايل باريس. يعني عيش في موضات باريس. في كتاب عندنا هنا مكتوب عليه اميرة السلام وراك بشوفها. خليه يصور. سلام. وانت رئيس جمعيته واحتسموا الاعمال الخيريه. انت هي الاعمال الخيريه والله ما حق الاعمال الخيريه. اميرة السلام انتي اميرة الارهاب هذه وقتل الاطفال. الله اكبر. قتل الاطفال وقتل الرضع.
يقاتلون في سبيل الله بعد العين حق في التوراة والإنجيل والقرآن فين صور هذه مش عارفين هذه دار النوم دار النوم هذا سريرها هذا فراشها شياطين من الشياطين هذا سريرها وين يا بابايد صور يا بابايد صور هاته سبحان الله يا أخي الحمد لله ربي أكرمنا هذه نعمة من الله ماكي جاب فلوس الليبيين صبيعي على السيد عيشة هذه نعمة من الله هذه نعمة من الله ويجب علينا أن نشكر الله للنهار الذي ألهمنا بهذه النعمة الله أكبر الله أكبر تطلع الصورة الله أكبر هذه صورة عيشة يطلعوا فيها ينزلوا فيها كأن ملاك في عرسها الله ما جعلنا مشاكلين الله تعالى نعم الله ما جعلنا مشاكلين هاي هاي تعال انزل مشتري يقولوا حسبي الله ونعم الشياطين العوده بالنسبه لي انا الشيطان بالنسبه لي انا بس هذا موكل الامر لله الشياطين لان عذاب الله اقوى من عذابنا يا شباب وحسبي الله ونعم الوكيل فيه ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون يا سيدي ان شاء الله ما يهديهم ربي ان شاء الله يصلح الظاهرين تاع الموت وما زالوا هما ما زالوا في الطغى مش ربي حسب بحساب عسير وإن شاء الله أنا نأكد لكم إن شاء الله ربي مجهز لها سرير في جهنم بنوريك حاجة دقيقة يا مسعود في الدرك الأسفل من النار إن شاء الله يهون عليك يا أخي سرير يا عبد الله لا هذا الفرق بين حوش عيشة وحياش الليبيين الكادحين هي لولا عيشة مش من هالليبيين الكادحين هذه ما كانتش تحلم ولا عمرها حتحلم انها تكون في هذا البيت سوي بالله سوي العلم بالله يعني. سوي العلم سوي العلم سوي العلم اولا جرب اقف اقف حاول 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 أولا السلام عليكم إلى دكتورة الشر عيشة نحن قاعدين نمر في أحسن عيد في تاريخ ليبيا العيد اللي صنعنا فيه كتاب جديد كتاب ليبيا ليبيا الحرة ليبيا الثروة ليبيا النهضة اللي كل ليبيا أخذ فيه حقها من الثروة اللي أنتم نهبتوها خلال 4 عقود حوشك شفناه كله وشفنا حوش باتك وشفنا مكاتب وزرائكم ورموز الفساد بتاعكم ويجي اليوم في الكتاب الجديد اللي صنع هيجي اليوم اللي يكون الليبي العادي يتمتع بهذه الثروة ويعيش ويكون عنده ستايل مش بتاع بارس تاعك ستايل الليبي العريق اللي يعيش أحلى حتى من حوش هذا حوش المصروف عليه بس ما عندكش ذوق الكتاب الجديد هذا اللي يصنع صنعوه شباب صنعوه شهداء دم الشهداء كمشعل لهذا الكتاب المصنوع ثوارنا من شهداء ومن جرحى ومن ثوار حارب ومازالوا يناضلوا صنعوا هذا الكتاب كتاب ليبيا الحقيقة ليبيا الواقع أما كتابك وكتاب أهلك وذيولك فهذا له مجد واحد مجد العار في مزبلة التاريخ اذهبي إلى الجحيم أنت وأهلك يا رمز الفساد يا دكتورة الشر الله أكبر اليوم أقدم لك أحد أركان هذه الثورة درب ودرب
بدأ بالجلاطينة وبعدها بالسي 4 والسي 5 وال 13 ونص بال 23، ولكن حمل بداره بالفن وعبر عن ليبيا وعبر عن أمل. أمل هذا الشاب الثائر أصبح رمز ليبيا في العالم. هذا الشاب الثائر يسكن في سيدي خريبيش اللي درتوها خرارة، اللي كانت من معالم بنغازي اللي متعرفهاش أنت أكيد مش فاكرة حتى هلك من وين. فنحب أحسن ويشرفني أن أقدم لك أحسن أغنية ممكن تاخديها أنت وأهلك وتحطوها في ختام كتاب كم كتاب العار اللي أربع أكثر من أربع عقود وأنت تكتبوا فيه. الخزي والعار إليك، الخزي والعار إليك وإلى أهلك في مجدر التاريخ إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا يا حوش عيشة، عيشة أم القدافي، وهذا هم جيرانها، هذا الحوش اللي مقابل حوش عيشة بالضبط، شوفوا فرق، سبحان الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا حويجة. الله أكبر. لقب للحاجة. أم طوار طرافس. أنت لقبها وأنت لقبها وأنت. أم طوار طرافس. أم طوار طرافس منك أنت. أم طوار طرافس. وهذه طبعا عبيتها اسم مش نقول اسمها معروف بالضبط. بالضبط. هي واحدة. هذه أم طوار طرافس. الله أكبر. الله أكبر. عاشوا في الحرمات 42 سنة. هذه قصر عيشة في جنبهم وهذا الحوش. ولكن إن شاء الله نحن نبعد ستة أمتار عن منزل دكتور ذا الفساد. شباكة يطل على هذا المنزل. هذا واقع ليبيا منهوب. وهذا واقع ليبيا فساد. أحسن حوش. وهذه إن شاء الله عطينا جيتار. يا يما يا يما 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 يا يما 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 يا يما يما يا يما. شباب دولة العدل هذا ودولة القانون أول ما يبسنا بيت الأم ناس لأن الحرمة تشوف فيهم هم كيف عايشين وهي كيف عايشة في الحرمان، ولكن بعزيمة الثوار ودماء الشهداء الحمد لله جت الساعة السعيدة، ونشكر الله على هذه الساعة. الحمد لله رب العالمين. الله استحق عليه الشكر 24 ساعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. الله أكبر. ربي يخليك يا أمي. ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ان شاء الله. ادعي لنا بس ريتك شايف دعاك دعاك ديما معنا يا حاج. والله نحن صرنا ربي بدعاك ان شاء الله. البركه انتوا البركه والله تغيبوا علينا انتوا تغيب علينا البركه. الحمد لله امين يا رب. ربي يطول لك في عمرك. مرحبا مرحبا مرحبا. بينا عليك ليش ما تخافك دبس يا رب يا رب ان شاء الله. بس نجليب ان شاء الله ربي يهنيك يا حاجه وتشوفي ظناء ظناك ان شاء الله. عين صور في ظناء ظناك ان شاء الله. يطول عمرك. صرنا نطلعوا منها. شفت اليوم ها؟ صرنا نطلعوا منها. ربي كريم الحمد لله. ناير هذاك حسناش نطلعوا منها.